للحديث عن أبرز الأحداث في لبنان لعام 2022. تنضم إلينا من شمال لبنان الزميلة رينا دويهي مراسلة صباح العربية. رينا أهلا بك، تغطيتك خلال كل هذه السنة كانت مميزة بتقاريرك الجميلة ولايفاتك الجميلة، حدثينا عن أحداث لبنان يا رينا. نعم، يودع لبنان عاما مليئا بالإخفاقات على كافة الأصعد الاجتماعية والسياسية والمالية، وربما يدخل يعني بالعام 2023 دون رئيس للجمهورية، دون حكومة، وفي ظل انهيار مستمر للليرة، ولكن مع ذلك بكثير من الأمل. هذا الأمل الذي انعكس رغم أزمة الكهرباء المستمرة أضواء وزينة في كافة المناطق اللبنانية. أنا اليوم على ضفاف بحيرة النشعي، حيث يعني تعد مركزا لأنشطة ثقافية تنشر كثيرا من الفرح في أبناء هذه المنطقة. هنا تقوم وسط ضفاف هذه البحيرة كما ترون خلفي شجرة ميلادية من عبوات بلاستيكية كثيرة تحمل توقيع لبنانية أدخلت لبنان إلى موسوعة جينيس عدة مرات، وفيها يعني رسالة إلى أهمية إلى إطفاء الفرحة أولا وأهمية التشجيع على إعادة التدوير. وليس بعيدا من هنا وعلى طول الخط الساحلي من الشمال إلى بيروت، مرورا بشكة والبترون وجبيل وجوني، وصولا إلى وسط المدينة، أسواق ميلادية وأضواء وزينة ولو بمبادرات خاصة في معظم الأحيان، إلا أن وسط العاصمة كان لافتا هذا العام. وسط العاصمة الذي تحول إلى مكان مهجور بعد انفجار الرابع من آب عاد إليه الكثير من رونقه، عاد مقصدا لكثير من السياح ولكثير من المغتربين الذين يعول عليهم لبنان لإنعاشه اقتصاديا وضخ العملة الصعبة. هؤلاء المغتربون الذين يعني قصدوا لبنان للمعايدة مع أهلهم ولدعم أبنائهم وسط كل الأزمات الكثيرة التي يعيشها لبنان، هذه الأزمات التي فرزت أشكالا كبيرة من التعاضد الاجتماعي الذي يتميز فيه لبنان. فليس من فترة قليلة مثلا أقيم ماراثون ميلادي رقد فيه أكثر من 500 شخص دعما لمركز سرطان الأطفال. فلبنان على أزمة مستمرة بالدواء وبحليب الأطفال وبكل ذلك، ولكن يبقى على موعد كبير بأمل أفضل وبمحاولات لإنعاش هذا البلد ولو إلى حين. شكرا جزيلا دائما رينا دويهي. بظن رح أخطي خطوة بمجال شغلي، خطوة جريئة خليني أقول، يعني نوعا ما بدي أولادي يكونوا بصحة وخير وما بدي شيء، هيدا أحلى حلم عندي، الأمان وعدم القلق والمستقبل اللي بيقلق كتير بلبنان إنه ما يكون في هيدا القلق، يكون أحسن من قبل إن شاء الله ويتحسن الوضع البلدي. أول شيء بال 2023 بحب أعمله هو سافر للصراحة، يعني لأن الأوضاع صارت كتير صعبة،